في 12 من مايو من عام 2016 تم عزل رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن منصبها بعد اتهامها بالفساد. وفي عام 2011 تولت ديلما روسيف رئاسة البرازيل لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة بالبرازيل، إلى أن تم تعليق مهام وصلاحيات ديلما الرئاسية وإيقافها عن العمل، وذلك عقب اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي.